قامت ساحرتان بإلقاء كيس أسود من أحد جسور المدينة في مياه النهر، ولحقت به الشرطة النهرية والتقطته قبل أن تغمره المياه، ليتبين أنه كيس ممتلئ بأعمال السحر. تابعنا الموضوع ونجحنا في التواصل مع رجل دين تكفل بفك هذه الأعمال، وهذا جزء صغير مما وجد فيها. هذه الاسم، شوف هاي الاسم، هاي أمها، هاي الاسم، هاي أمها، هاي الاسم، هذول أخوات كلهم، تمام؟ لأن نفس الاسم الأم، بس هذا اختلف الاسم. هذا يبدو أنه هاي الشنة يعني حقيقة للأسف عملت أسحار للعائلة اللي بيتحماها حتى يسكتون وما يحجون معاها كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. امرأة أعدت سحرا لزوجها وعائلته، وأخرى أرادت المرض لسيدة تكرهها. نعم، الساحر عادة يطلب، بالأخص إذا كان هو اختصاصه سحر أسود يعني سحر النجاسات، يطلب الزنا من المريض. وغيرها من المعتقدات الأخرى جعلت بعض النسوة يلجأن إلى السحرة من أجل تحقيق غايات قد عجزوا عنها. بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وولدي. بسم الله حصنت نفسي ومالي وأهلي وولدي. ظاهرة أعمال السحر والشعوذة قد بدأت تنتشر في الموصل بصورة ملحوظة. ظاهرة كبيرة منتشرة في بلادنا وفي مدينتنا، السحرة والسحر والشعوذة والدجل وإلى ما شاكلها وشابهها. وما بين مصدق لها ومشكك بها، التقينا بالدكتور موفق ويس للحديث عن السحر من جانب أكاديمي، وكيف ينظر إليه، وهل هو موجود أم لا؟ الأنثروبولوجيين درسوا السحر، عندما وجدوا أثناء دراستهم للمجتمعات البدائية والمجتمعات الصغيرة أنه موجود في كل مكان، في كل المجتمعات، كل المجتمعات موجود، خاصة المجتمعات البدائية، لكنه موجود في كل المجتمعات. الدراسة أسفرت عن تعريف يعني غريب شوية للسحر. الأنثروبولوجيين يسمون السحر العلم الزائف. حاولنا أن نسلط الضوء على ظاهرة بدأت تنتشر رغم اختلاف الآراء عليها، وأردنا نقل صورة عن عالم أسود يخشى الكثير الحديث عنه والبحث في خفاياه. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.